أنا لسه معاكم على الهواء مباشرة، هنروح لهذا التقرير خارج الاستوديو مع الزميل محمد حسن عز الدين من الحديقة النباتية، أحد المزارات العامة جدا في محافظة أسوان. من قدموا محافظة أسوان أو مدينة أسوان بيتجه في مزاراته ورحلاته إلى الحديقة النباتية. تعد أسوان أحد المقاصد السياحية الهامة في مصر، يفد إليها الزائرون من شتى أنحاء العالم والمصريون من مختلف المدن. تضم العديد من المعالم الأثرية والمزارات السياحية والجزر النيلية، منها الحديقة النباتية التي يحرص زوار أسوان من سياحة خارجية وداخلية على زيارتها. الأيام دي طبعا أجازة نصف العام، الجزيرة تعتبر الزيارة ليها كبيرة وهائلة، وده بيجي في مكان الحديقة النباتية ومكانتها على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. طبعا احنا في أجازة نصف العام بنعمل استعدادات وموجودين دايما وحالة طوارئ عشان يبقى الزوار الموجودين ما بينقصهمش حاجة ويعدي اليوم جميل وسهل بالنسبة لهم في الحديقة بالكامل، سواء المسطحات الخضراء أو الأشجار أو دورات المياه أو الصيانة بالكامل، عشان الزائر يستمتع بالمكان وبالحديقة ويقضي يومه الجميل اللي بيبقى ذكرى ليه، وطبعا ده بينشره وبيبقى حاجة جميلة وللحديقة النباتية بأسوان. أنا اسمي أندرو نادر، فرقة الرابعة طب القاهرة، وأنا جاي في رحلة معانا إحنا وأصحابنا من الكلية، بس جينا نزلنا الأقصر يومين، قعدنا هناك وانبسطنا جدا بالجو هناك، وبعد كده نزلنا أسوان قعدنا هنقعد 3 أيام إن شاء الله. ده النهاردة اليوم الثاني، امبارح رحنا معبد فيلة وجزيرة هيسا، والنهاردة رحنا أبو الهوى، ودلوقتي احنا في الحديقة النباتية بس، والجو فعلا جميل قوي بس، والناس حلوة، وأسوان بلد جميلة وناسها زي الفل. تاني يوم لينا في أسوان. أسوان بلد جميلة، الحديقة هنا المناظر فيها حلوة، بشجع الناس والسياح تيجي، يعني المناظر هنا مش موجودة في أي حتة. احنا أصلا الرحلة مع بعضينا، جايين من القاهرة جروب لوحده، مش مع حد، كلية طب، بس أنا في هندسة بصراحة طالع معاهم كده. أول يوم لنا في أسوان والجو مختلف وأجواء لذيذة، واهل النوبه طيبين خالص، واهل اسوان عامه طيبين خالص، وكنا هنا في الحديقه النباتيه عملوا عرض رائع لفرقه اسوان الدوليه، عارفين انها فرقه دوليه وبتشارك في مهرجانات كتير، وفعلا عملوا جو وبسطونا خالص وشوقونا نروح النوبه، هنروح ان شاء الله بكره، وشكرا لاهل اسوان. الحديقة النباتية أو جزيرة النباتات تتميز بموقعها الفريد في وسط نهر النيل، يتوافد عليها الزوار يوميا بأعداد كبيرة للتمتع بجمالها الخلاب. مساء الخير، أنا ماريا ظريف من السويس، ومعانا بقى أصحابنا من القاهرة، وطالعين في رحلة كلنا على الأقصر وأسوان، قضينا يومين في الأقصر ودلوقتي في أسوان. عامة بجد الجو جميل، وشيء جميل إن نبقى بناخد فرص إن احنا نشوف الناس زمان عملوا إيه، والأماكن كلها جميلة، وإحنا دلوقتي في جزيرة النباتات وهي بجد جميلة جدا، وكل حاجة فيها حلوة، وشيء جميل إن أنت تحس إن أنت بتتنفس هوا حلو يعني. وعايز أقول إن الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها تتسوح، بس احنا مش اجانب، بس احنا بنتسوح برضه. بجد الاقصر واسوان جميله بسبب ان الشوارع حلوه، وبسبب ان الزرع حلو، الزرع بيدي طاقه حلوه للناس. ايوه، ده اول يوم لينا النهارده، وجينا الحديقه النباتيه لقينا في فقره نوبيه، بصراحه كانت جميله جدا، واللي كانوا الجماعه اللي كانوا بيغنوا بجد كان صوتهم كويس، وعملوا الرقصات بتاعتهم، بجد اتبسطنا جدا وفتحنا نفسنا على الرحله. احنا لسه معانا يومين كمان هنا حقيقي، يعني خلونا عايزين نروح النوبه، احنا هنا في الحديقه النباتيه لسه، بس خلونا عايزين نروح النوبه بجد ونقعد اكتر. المكان هنا كويس بجد، سواء كان الهواء معامله كويسه جدا، في الجو جميل، الناس بتعمل الجو لذيذ، والاغاني والرقصات النوبيه بجد حاجه ديفرنشال جدا.
يعني اللي عايز يجي بجد يجي وهيتبسط بجد. تعد الحديقة النباتية من أهم المتاحف الطبيعية ذات التنوع البيولوجي وأحد المعالم السياحية في أسوان لموقعها المتميز والفريد وعبقها التاريخي. من الحديقة النباتية كنت معكم محمد حسن عز الدين لقناة طيبة.